غياب طويل جدا لكل الانديه الايطاليه عن التتويج بلقب دوري الابطال، ويبقى ان اليوفي هو الممثل الوحيد المتبقي في المسابقه بعد خروج طبعا الانتر. اليوفي النهارده في مواجهه فياريال، هيكون معنا لقاء مع جان لوكا بيرتي حارس مرمى روما وفيورنتينا الايطالي السابق. بدايه طبعا اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. امبارح كانت ليله خارج كل التوقعات. سعيد بتواجدي على قناة النادي الأهلي، وأتمنى حظ سعيد للنادي الأهلي في مباراة الجمعة القادمة في تشامبيونز ليج الأفريقي. كل الشكر ليك، ونروح للتشامبيونز ليج الأوروبي. امبارح كانت ليلة مفاجآت، ليلة خارج كل التوقعات. تمكن أتلتيكو من إقصاء مان يونايتد في الأولد ترافورد، وتمكن أيضا بنفيكا من إقصاء أياكس في أمستردام. هل تتوقع أن النهارده يكون امتداد لامبارح وتكون ليلة المفاجآت؟ وإزاي شايف المواجهة بين اليوفي وفياريال؟ دعنا نتحدث عن مباراة اليوفي. ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لليوفي، لكن أعتقد أن اليوفي يستطيع أن يمر من هذه المباراة، ولكن اليوفي سيعاني في هذه المباراة. حتى وإن تمكن يوفنتوس من إقصاء فياريال والانتقال للمرحلة المقبلة، هل شايف أن اليوفنتوس عنده القدرة على أن يكون منافس قوي على تحقيق لقب الشامبيونز ليج السنة دي؟ إذا فاز اليوفي هذا المساء على فياريال سيكون خطوته القادمة صعبة جدا، لأن نتحدث عن فرق عظيمة قد يكونون أعظم من اليوفي، ليس كتاريخ ولكن كمستوى وكأداء. اليوفي صعب الفوز عليه بدور الأبطال، دعني أكون صريح. يعني شفنا في مواجهة بي اس جي وريال مدريد دروس مهمة جدا. بنتكلم على سكواد مدجج باهم نجوم العالم، كيليان امبابي، ليو ميسي، نيمار، دي ماريا، جان لويجي دوناروما وغيرهم، وماركو فيراتي طبعا وغيرهم من نجوم. واستطاع الريال انه يقصي فريق بيقال عليه انه منتخب العالم. ليه الفرق الايطاليه ما بتفكرش بنفس الاسلوب او ما بتقدمش نفس المستوى في التعامل مع المنافسين الكبار على مستوى قاره اوروبا؟ في حقيقة الأمر في الأعوام الأخيرة الفرق الإيطالية تعاني معاناة كبيرة في البطولات القارية والبطولات الأوروبية. يجب أن توجه هذا السؤال إلى الاتحاد الإيطالي ومسؤولين الفرق الإيطالية. أتمنى أن نعود كما كنا في الواجهة في الأيام الماضية، لكن إيطاليا تعاني اقتصاديا وبهذا تعاني رياضيا. بمناسبة الكلام على المباراة اللي جمعت بي اس جي وريال مدريد، خليني أسألك على رأيك في مستوى دوناروما في مشاركته مع بي اس جي، ورأيك كمان في الاتهامات اللي وجهت ليه بعد المباراه حتى في اوضه اللبس من بعض نجوم الفريق انه كان السبب المباشر في خروج البي اس جي من بطوله الشامبيونز ليج. لا، قبل كل شيء لم يكن دوناروما السبب الوحيد في خساره باريس سان جيرمان امام ريال مدريد، لكن دوناروما اخطا في الهدف الاول وكانت النتيجه 1-1. الفريق يجب أن يحاسب جميعا، ليس دوناروما فقط. دوناروما ليس 11 لاعب، يجب أن تحاسبه بوتشيتيني وباقي الفريق. كان إيه رأيك في موضوع انتقال جان لويجي دوناروما من إي سي ميلان لبي اس جي؟ كنت مع القرار أو كنت ضده؟ كنت شايف إنه من الأفضل إنه يكمل مع ميلان أو يروح لنادي تاني في أوروبا؟ هذا سؤال يجب أن يوجه إلى جان لويجي دوناروما، لأن دوناروما كان كابتن فريق الميلان. لكن عودة إلى سؤالك، بالنسبة لرأيي كجان لوكا بيرتي، في الميلان كان من الممكن أن يفوز بالدوري وكان من الممكن أن يصبح أيقونة في دوناروما، لكن واختار أن يذهب إلى باريس. لا أقول من أجل المال، ولكن هو اختياراته. لكنه أيضا الحارس الأساسي لمرمى المنتخب الإيطالي، ويهمكم جدا في إيطاليا الحفاظ على المستوى، والبعض بيرى أنه مستوى دوناروما وخصوصا في المنافسة مع كيلور نافاس قد تراجع بعض الشيء عن المستوى اللي كان وصله مع الميلان. ما
دوناروما هو دوناروما شاب ومستقبل حراس المرمى في إيطاليا. وبالطبع حارس المرمى مثله كأي لاعب يستطيع أن يخطئ، كلنا نخطئ في هذه الكرة، لكن هو شاب ومباراة ريال مدريد كانت كبيرة عليه بعد الشيء، ومن هذه الأشياء قد ينضج وقد يجب أن تتعلم. شخصية دوناروما كانت ضعيفة بعض الشيء أمام ريال. هسيب اليوفي وهسيب دوناروما والميلان وهروح لروما، وقبل ما أسألك عن مواجهة روما النهاردة في الكونفرنس ليج أمام فيتسي الهولندي، يهمني أسألك عن تقييمك لتجربة روما مع مورينيو، إزاي بتشوفها وهل بتعتبر أنها تجربة ناجحة ويجب استمرارها، ولا خروج أو خسارة روما للقب الكونفرنس ليج قد يؤدي إلى نهاية العلاقة مع جوزيه مورينيو؟ بكل تأكيد عندما جاء مورينيو إلى روما كنا نتوقع أشياء عظيمة يحملها مورينيو مع روما، كما ذهب دوناروما إلى بي اس جي توقعنا عمل الكثير، لكن مورينيو يعاني في سكوديتو في الدوري الإيطالي، هناك فرق أكثر أهمية وأقوى من روما، الإنتر ونابولي وميلان. مورينيو يجب عليه أن يعمل كثيرا وكثيرا وكثيرا من أجل أن يحسن من مستوى روما وأن يواجه هذه الفرق ويلعب على سكوديتو، يلعب على الدوري. سؤالي اللي جاي مش مرتبط بنادي في إيطاليا بقد ما هو مرتبط بمسابقة الكالشو. في فترة من الفترات كانت الأندية الإيطالية وكان الدوري الإيطالي هو قبلة كل نجوم العالم، ونقدر نعتبر إنه أعظم الأسماء لعبت في أندية إيطالية، بداية من مارادونا وصولا لبلاتيني، ميشيل بلاتيني، زين الدين زيدان، بافل نيدفيد، رونالدينيو وغيرهم طبعا، والنجوم الإيطاليين زي ديل بييرو وتوتي. النهارده أصبح النجوم في الدوري الإيطالي وفي الأندية الإيطالية مستهدفين بشكل كبير، لدرجة الإنتر تخلى عن لوكاكو وأشرف حكيمي، الميلان بيتخلى عن فرانك كيسي لصالح برشلونة. إمتى وإزاي تقدر الأندية الإيطالية تحافظ على نجومها؟ أنا أتمنى أن يعود الدوري الإيطالي إلى الواجهة كما ذكرت أنت هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء عندما نسمعها الآن نشعر بالأسى، لأن إيطاليا كانت الواجهة وكان أقوى دوري في العالم وكان واجهة النجوم الكبار كما ذكرتهم، لكن الآن الكل يتجه يلعب لإنجلترا ويلعب في إسبانيا ويلعب في ألمانيا، ولهذا لأننا لدينا مشاكل كبيرة، مشاكل اقتصادية من تجعل لاعبين يأخذون التجارب خارج إيطاليا. قبل ما أروح لمنتخب إيطاليا أسألك مين الأقرب لتحقيق لقب الكالتشيو الإيطالي في النسخة الحالية؟ سؤال كبير وعظيم بالنسبة لي. من وجهة نظري نابولي من وجهة نظري قد يعود وممكن أن يفوز، وأعتقد أن نابولي يفوز بالدوري الإيطالي، مفاجأة من جانلوكا بيرتي على الهواء. والأقرب لتحقيق لقب الشامبيونز ليج ريال مدريد vincendo questa partita importante col Paris. فوز ريال مدريد بهذه المباراة أمام باريس سان جيرمان يعني أنه قد يكون المفضل لي وليفوز بهذه المباراة البطولة. المنتخب الإيطالي تحت قيادة مانسيني هل بتشوفه قادر على تخطي عقبة البرتغال في ظل تراجع مستوى الأندية الإيطالية؟ عندك حق، الأندية الإيطالية تعاني معاناة كبيرة، والجميع جميع جماهير إيطاليا وجميع الأشخاص في إيطاليا يصلون الآن، وبدأت الصلوات في إيطاليا من أجل أن تعود إيطاليا ومن أجل أن تفوز إيطاليا. للأسف موقف صعب وضعنا أنفسنا فيه، يجب على روبرتو مانشيني والفريق أن يعملون كثيرا من أجل الفوز في مباراتي البلاي أوف، وأتمنى أن تفوز إيطاليا وتصعد إلى المونديال. جان لوكا بيرتي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق الحقيقة للأندية الإيطالية والمنتخب الإيطالي في مشواره لكأس العالم.